طريقة اختبار أي ريموت، ريموت تكييف، ريموت ريسيفر، ريموت تلفزيون، أعرف إزاي إذا كان الريموت ده سليم ولا مش سليم. تمام، أنا بشغل الكاميرا على الموبايل بتاعي وبوجه الريموت، بحط حجارة في الريموت وبوجه عدسة الريموت للكاميرا كده. لو الريموت سليم هيفضل يديني أنوار زي ما حضراتكم شايفين كده. ودي ريموت تلفزيون ريسيفر نفس الموضوع. لو الريموت طبعا الكلام ده بالعين المجردة مش هيتشاف غير على كاميرا التليفون. واقدر اعرف ازاي اذا كان في زرار شغال او مش شغال برضو عن طريق ان انا ادوس على الزرار دوت وهيديني فلاش. لو ما ادانيش فلاش يبقى الزرار ده فيه مشكلة او البوردة نفسها فيها مشكلة. بالنسبة للتكييف اهو زرار باور شغال، انما تعلية وتوطية درجة الحرارة مش شغالة. زرار السوينج شغال، البلازما، المود، اقدر اعرف اذا كان في زرار شغال ولا مش شغال. تمام، لو الريموت بايظ مش هيديني اي فلاش خالص.